بحفل موسيقي لأوركسترا كلاسيك والباروك انطلقت فعاليات ملتقى محمود العجان الموسيقي بدورته الثالثة على مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية. هذا الملتقى اللي طلاب معهد محمود العجان له المشاركة مميزة هذا العام. في عنا أوركسترا، في عنا باليوم الأول، في عنا عزف منفرد على البيانو باليوم الثاني، وفي عنا كورال باليوم الثالث. فهذا أمر كثير مهم. في تنوع باللون الموسيقي، عم يكون فيه مثل ما حكيت لك حضور مميز لطلابنا. طلاب معهد محمود العجان يعني هي مثل ثمرة لعملهم خلال السنين الماضية، لأنه أنجزوا كثير وصاروا يعني صاروا بيستاهلوا يكون في أوركسترا تليق فيهم. يعني بمشاركتي كقائد أوركسترا دوري إني هو تنظيم الأدوار المختلفة بالأوركسترا، وطبعا هي الأوركسترا نحن مشاركين فيها بأربع مقطوعات يلي هن لمؤلفين عالميين مثل تشايكوفسكي وسيبليوس، ومشارك بمقطوعة من تأليفي. الملتقى جاء ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية والمقامة تحت عنوان الثقافة أصالة وتجدد، ويستمر لثلاثة أيام متضمنا أمسيات موسيقية متنوعة وملتقيات خاصة بالفن التشكيلي والإبداع الروائي ومعرضا للكتاب وعروض سينمائية. مشاركين بالأوركسترا الكلاسيكية للمعهد بإشراف الأستاذ زياد عباس، كتير مبسوطين بالمشاركة، خصوصاً أنه بافتتاح أيام الثقافة، وكتير هاد يعني بعيد عن قديش استفدنا من الفرقة وزاد خبرتنا، وكتير يعني بيفرق أدائنا لما منشارك بهيك فعاليات ونطلع على المسارح، أكيد أدائنا بيختلف كتير. مشاركين مع الأستاذ زياد عباس بحفل الكلاسيكي لنفرجي الكل أنه نحن عندنا شيء أكثر من أنه بس شعبي، لا نحن فينا نقدم شيء كلاسيكي وشيء كتير منضبط وإيقاع، حتى بدون وجود آلات إيقاعية بنقدر نحن نعمل هيك جو، بنقدر نورجي قدراتنا. هلا هي أنا تخرجت وجاي شارك اليوم لو بمقطوعة كتير صغيرة معهم مشان نفرجي كل إمكانياتنا. بهذه الحفلة بملتقى محمود العجان الثالث رح تكون أول مشاركة إلي سولو، بالعادة أنا بعزف بس بشكل جماعي، فهي أكيد رح تكون يوم تجربة مميزة كتير، يعني أول مرة أكيد ضافت لي شيء كتير جديد إلي، حتى دائما لما بنشتغل بأي عمل جماعي بنضاف لنا شيء، بس هذه دائما هذه الأوركسترا هي كتير شيء مميز بالنسبة لنا كلياتنا. شاركت على آلة الكونترباس لأول مرة، حتى إنه هي أول مرة بتكون بالمعهد، أخذت دروس وانبسطت كتير مع الأستاذ رواد. وهلا انه انا شاركت على الكمان وعلى الكونترباس لانه كثير بحب انه شارك باكثر من مجال. الملتقيات تقدم صوره متكامله عن الوان الطيف الثقافي الحاضره في المؤسسات والمراكز الثقافيه والتي تقوم بدورها بنشر الفكر والابداع.